هو الآن وصولهم وبقائهم في المجلس البلدي إحنا نرى عدم شرعيته، وسبق قدمنا إلى ديوان المظالم في جدة، ولكن أعتقد أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لم تعطي القضاء استقلاليته وتجاوزت على سلطة القضاء وأصدرت قرار تسمية المجالس البلدية في ظل وجود قاضية، وهذا يعتبر تجاوز على سلطة القضاء وعدم استقلاليته. طيب أنتم يعني ترفعون قضية ضد الوزارة أيضا؟ هي القضية قائمة ضد الوزارة، ولا ضد الوزارة ولا ضد الأشخاص المعينين؟ طعون، هي طعون كان. هي الأشخاص المعينين، إحنا يعني ما بيننا وبينهم أي شيء، ولكن إحنا ضد الوزارة الشؤون البلدية القروية اللي قادت العملية الانتخابية واللي حدث منها التجاوزات. طيب راح أرجع لك، وبالأحرى أنه ما راح أرجع لك دكتور وأسألك أيضا عن هذه التجاوزات وملامحها وكيف سارت العشر جلسات هذه. دكتور عمر، مكافحة الأمراض، الاهتمام بالبيئة، بناء الإنسان والمكان، الاهتمام بالشوارع والحدائق، تأمين المواقع الترفيهية، بناء الأسكان الميسر للمواطنين، فك الاختناقات المرورية، تحسين التخطيط العمراني والمراقبة والمحاسبة، هذا كان يعني جزء من البرامج الانتخابية التي روج لها المرشحين، لكن بعد حصولهم على كرسي العضوية اختفت هذه الوعود. برأيك هل يحق المواطنين رفع شكوى التظلم ضد هؤلاء الأعضاء بدعوى التضليل وعدم الوفاء بالوعود؟ أخي الكريم، الحقيقة هو كان يتعين على كل مرشح أن يعود إلى اللائحة الخاصة بمهام المجلس البلدي ليعرف، ليكون على بينة من أمره ويعرف ما هي اختصاصات المجلس البلدي. بعض المرشحين للأسف أفرط في وعوده وأصدر وعودا للناخبين هي من صلاحيات، كان متحدث عن نفسه، وإنما هذه الوعود التي أطلقها هي من صلاحيات لا يملكها إلا مجلس الوزراء. الحقيقة لم يكن كثير من المرشحين على علم بصلاحيات المجلس البلدي أو اختصاصاته أو مهامه، فأخذ كل منه أو بعض منهم يطلق الوعود هنا وهناك بحل المشاكل وسداد الدين الداخلي، والآخر شق الطرق، والآخر والآخر والآخر، بينما لو عدنا إلى اللائحة نجد أن المجلس البلدي بطبيعته بحكم تكوينه واختصاصاته محدودة جدا جدا، بدلالة أن أمناء المدن الرئيسية استطاعوا تهميش دور المجلس البلدي إلى حد كبير على مدى الولاية الأولى لهذه المجالس. تهميش، يعني عندهم القدرة على التهميش، يعني نعم يعني نعم، يعني موضوع المجالس البلدية فقاعة فقط، ليس إلى هذا الدرجة، لكن هذه القول له نصيب من الصحة. هي كانت اختبار، مجرد انتخابات البلدية كانت أنبوب اختبار للعملية الانتخابية في البلد، ما هي سلبياتها وما هي إيجابياتها، وقد يعني فعلا ظهرت بعض كثير من السلبيات على أرض الواقع، لكن هذا تؤخذ في الاعتبار عند تحديد السياسة الداخلية مستقبلا عند إجراء أي انتخابات تشريعية أو برلمانية قادمة داخل المملكة. ولكن هي لم يكن مراد بها أنها تكون أساسا فقاعة أو شيء، لكنها أقدر أقول أنبوب اختبار يراد به اختبار هذه المجالس واختبار سياسة الترشيح والترشح لدى المواطن السعودي، والتي أثبتت الحقيقة يعني إلى حد معين عدم وجود تقبل من الناس، من كثير من الناس، من نتائج هذه الانتخابات، فأخذوا يكيلون الاتهام يمنة ويسرى للوزارة، لأعضاء المجلس البلدي، لبعض المشايخ الأفاضل، إلى لجنة الطعون والتظلمات، وكان لنا نصيب الأسد في هذه المآخذ أو هذه الانتقادات. نعم، يعني الناس تزعل لما يصير في قوائم تزكية قوائم ذهبية، من حق الناس تزعل، لأنه أنك تستخدم سلطة الدين أو في أنك تجذب المرشحين غير منطقي، لأن الناس كلهم اللي يرشحوا أنفسهم مسلمين، صح ولا لا دكتور؟ هذا غير منطقي، لو صح هذا أخوي علي. لا يا عفوا، عشنا في تلك الانتخابات ووزعت، كان هناك مسجات توصل لكل الناس واستخدمت منابر المساجد، ويعني صار كثير، يعني كأنه في صراع طائفي. نحن
لجنة طعون وتظلمات، نستقبل الطعون ونستقبل التظلمات التي تقدم بها أي شخص، ولكن القاعدة التي لا نستطيع كسرها أو تجاوزها البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. لم يأتي شخص ببينة قاطعة تستطيع أن يعني تلبسنا القناعة أن ثمة تكتل. هو المحظور في الانتخابات هي التكتلات، إنما إذا رغب إنسان في أن يزكي وهو يعني خارج عن إطار العملية الانتخابية فهذا شأنه، لكن نحن نريد الأدلة التي تثبت وجود تكتلات. طيب وجود قائمة ذهبية. طيب أو حتى فضية. عندما يعني في الانتخابات البلدية في جدة طبعا تحديدا أحد المرشحين الفائزين في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية قال ليس غريبا أن يفوز المتدينين، لأنه في الأصل شعبنا شعب متدين ولا مكان للعلمانيين فيه. والحادث الثانية عندما ردد أحد الأعضاء المرشحين بعد فوزه على منافس الآية القرآنية الكريمة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يعني برأيك يعني لو أحد قدم طعن في مثل هذه الجمل أو ردود الفعل يعني ألا تعتبر طعون ضده أو لا؟ هذه نحن لا نتلقى الطعون في الأشخاص، نحن نتلقى الطعون في العملية الانتخابية. أما ما يقوله أي شخص بعد يعني فرز الأصوات وإعلان النتائج الانتخابية فكل إنسان يعني إن صح هذا القول كل إنسان مسؤول عن يعني أعماله وأقواله، وهناك قضاء عام يمكن، لكن هذا لا ينعكس على نفس سير العملية. نحن معنيون بمراقبة حسن سير عملية الانتخابات. طيب خلي أنتقل دكتور إيهاب، يعني الآن مهمشين كحسب ما ذكر الدكتور عمر أعضاء المجلس البلدية من الأمناء، يعني كأنه أفضل لكم الوضع أنكم ما دخلتوا ذا المعمعة. عفوا، العمل في المجالس البلدية هو بالأصل عمل تطوعي، ومن يريد أن يعمل فهو يعمل وفق الصلاحيات المتاحة له، وممكن أن يوجد صلاحياته كمواطن قبل أن يكون مرشح. ولكن من لا يريد أن يعمل لو منح صلاحيات مجلس الوزراء فهو لن يعمل. إذن هم لا يرغبون في العمل؟ هذا ثابت. الآن لو احنا وقفنا على كارثة جدة وما حصل للناس في السيول في منطقة جويزة، كنا هناك مع الأشخاص الموجودين وممكن تستشهدوا بهم 3 أيام ما في أي أحد من أمانة أعضاء جدة. أعضاء المجلس البلدي اجتمعوا بعد أسبوع من كارثة جدة، فأعتقد أنت تبرر الآن الصورة واضحة. لا عشان بس أثبت لك أني ماني ضدك ولا معك. طيب حقوق الإنسان كانت الجهة المشرفة على أعمال الانتخابات البلدية، كيف تقيم أداءها دكتور إيهاب؟ والله أداء المتفرج الصامت. لم تقدم شيء، لم تساندكم مثلا في يعني قضيتكم فيما بعد، لم تكن شاهد على أي شيء إطلاقا، حتى بالمشورة لم تعطينا هي أو بخلت علينا فيها. حصلنا على المشورة من هيئات وجمعيات دولية في الوقت اللي احنا نملك جمعيات وهيئات داخلية، بخلت علينا بالمشورة. طيب ما أن الدكتور عمر موجود، أنت يعني خلال تصريحاتك الصحفية دكتور إيهاب كنت تتحدث عن تجاوزات وعدم نزاهة في الانتخابات البلدية، وكنت تقول أن قرار لجنة الطعون والتظلمات هو قرار مبيت ومدبر ولا يستند على شرعية بحسب ما نقلته الصحف خلال تلك الفترة. برأيك أين محور الثغرات في الانتخابات وكيف يمكن تجاوزها؟ ما يخص قرار لجنة الطعون والتظلمات هو قرار مبيت النية، وإبان في صورة القرار أنا عندي الآن موجودة معايا لو يعني أحب أطلعوا عليها بالكاميرا وكذا. تاريخ القرار هو صدر في تاريخ 18 دقيقة أنا طيب الدكتور إيهاب سأعود لك، بس خليني معي على الهاتف الدكتور عبد الرحمن الحبيب فيما تقلب أوراقه وتجهزه.